بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ناخد مع بعض النهاردة الريتنا، جايز يكون مفيدة بالنسبة لنا، ونحاول نستفاد من المحاضرة على قد ما نقدر. لكن واحنا في طريقنا للريتنا لازم ناخد نظرة سريعة على الاي علشان نفهم يعني ايه ريتنا. احنا عندنا الاي بتتكون من اوتر فايبرس لير، ميدل فاسكولار لير، وبعدين انر نيرفس لير. في عندنا تو تشامبرز، في انتيرو تشامبر وبوستيرو تشامبر، وبعدين في الفيتراس سبيس. اللايرز اوف ذا اي او الكوتس اوف ذا اي عندنا 3 لايرز: اوتر فايبرس لير، ميدل فاسكولار لير او اليوفيا، واخر حاجه الانر فوتو سنسيتيف لير اللي هي الريتنا. لو نيجي نرسمهم مع بعض كده هنلاقي الاوتر فايبرس لير طبعا الانتيرو 1/6 بنسميه الكورنيا، والبوستيرو 5/6 بنسميه السكليرا. السكليرا بتبقى وايت، لكن الكورنيا بتكون كالرلس، ودي اللي بيعدي منها الضوء، ودي اللي بتمثل بياض العين. يبقى دي بسميها الاوتر فايبرس لير. يعني الكورنيا دي فايبرس لير؟ يس، ات از ا فايبرس لير. الميدل فاسكولار لير زي ما احنا شايفين بيبقى الجزء الداخلي عباره عن بيجمنت لير او البيجمنت ابيثيليوم، بيطلع منها السيلاري بودي. هذا السيلاري بودي بينتهي بستراكشر اللي بنسميه الايرس. الايرس اللي فيه في النص الفتحه بتاعه الاي بيوبل. الايرس دي اللي هي لون العين، اللي واحد لونه خضراء، عينه لونها اخضر، عينه لونها عسلي، and so on. ده بيبقى لون الايرس. ورا الايرس بلاقي فيه السيلاري بروسيس. السيلاري بروسيس بيطلع منه السسبنسري ليجمنت اللي بيشيل معاه اللينس او الاي لينس. ذا موست انر لير اللي هي النيرفس لير او الريتنا. هذا الكافيتي مليان فيتراس سبستنس بنسميه فيتراس. زي ما احنا شايفين ان الريتنا بيطلع منها النيرف فايبرز اللي بتنتهي بالاوبتيك ديسك، والاوبتيك ديسك بيستمر على ان هو الاوبتيك نيرف اللي بيدخل فيه السنترال نيرفس سيستم علشان الاثنين يتقابلوا مع بعض، بتاع الرايت اي والليفت اي، ونسميه الاوبتيك كايزما او كايزماتا، وبعدين ينتهوا على عند على السريبرال كورتكس. الاوتر فايبرس لير اللي هي السكليرا والكورنيا، الحقيقه السكليرا ما بتهمناش، لكن اللي يهمنا قوي هو الكورنيا. الكورنيا بتهمنا في النظري وفي العملي الحقيقه، يعني بالرغم حتى لو ما كانتش موجوده في الموديولز او في الاوبجكتيفز بتاعتنا، لكن هي بتهمنا جدا في النظري وفي العملي. الكورنيا بتتكون من ابيثيليوم واندوثيليوم، وما بين الاثنين موجود ايه؟ موجود كونكتيف تيشو لير بسميها سبستانشيا بروبري. يبقى هو عباره عن ابيثيليوم. هذا الابيثيليوم عباره عن ستراتيفايد نانكراتينايز ستراتيفايرس كومس ابيثيليوم. زي ما انت شايف اول لير بتبقى كولامنر، وبعد كده الليرز اللي بعد كده بتبقى كوبويدال، وتنتهي ب السكويماس سيل. البيزمنت ممبرين بتاعتنا بتبقى مميزه جدا، فبنسميها بومنز ممبرين. يبقى البومنز ممبرين دي البيزمنت ممبرين بتاعت الابيثيليوم. الاندوثيليوم خلاص، اندوثيليوم يبقى هو لاينز كافيتي، هذا الكافيتي اللي هو الانتيرو تشامبر، واللي موجود فيه سكريشن طبعا. البيزمنت ممبرين بتاعته بنسميها ديسمتس ممبرين. ديسمتس ممبرين ما بين التو ممبرينز اللي هي البومنز ممبرين والديسمتس ممبرين بينتظم الكولاجين فايبر ومعاه الفايبروبلاست. هذا الانتظام هو اللي بيخلي لي الكورنيا ترانسبيرنت. لو الترانسبرنسي ده اختفى عندي، ده معناه ان الكولاجين فايبرز دي او الفايبروبلاست دي بدات تتاثر ويتخزن جواها اي حاجه، بحيث في الاخر تنتهي بأوبستي. علشان كده دايما بنقول الكورنيا بتاعتنا مهمه، ومن الحاجات اللي بيبقى فيها النيرف اندنجز عالي جدا اللي بنسميه العين عاليه حارس. دي بالنسبه للكورنيا. ده ام نادر للكورنيا، لكن بيبين لنا بس حاجه واحده، هو الانتظام بتاع الكولاجين فايبر. قد ايه الكولاجين فايبر مرتبه بمنتهى الدقه. هذا الترتيب هو سبب الترانسبيرنسي بتاع الكورنيا. دي الابيثيلا سيلز، وانا شايفها من فوق قد ايه عامله زي الجوهره الجميله. الكورنيا مهمه جدا جدا ان انا اكون عارفها، علشان بتهمني كممارس عام وكمتخصص في علم العيون.
الميدل فاسكولار لاير الحقيقة ما بيهمناش فيها حاجة كتير، لكن الانر نيرفس لاير هي اللي بنقف عندها. طبعا دي زي انر موست لاير اوف ذا اي اللي بيطلع منها الاوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف بيعمل اوبتيك ديسك. طبعا في عند الاوبتيك ديسك كان ده في الفيسيولوجي بيبقى واضح جدا ومهم جدا، مفيش عليها فيتو ريسبتور بنسميها بلايند سبوت. في السنتر بلاقي الفوفيا سنتراليس، وفي الفوفيا سنتراليس طبعا الموست اكيوت سبوت في الاي. ده بالنسبه للايه للريتنا. بتتكون من ايه الريتنا؟ الريتنا بتتكون من 3 نيرون زيها زي اي سنسيشن. اي سنسيشن لازم يعدي على 3 اوردر نيرونز. برضو الريتنا بتاعتنا او الفيجن بتاعنا بيعدي على 3 اوردر نيرون. النيرون الاولاني بسميه الرودز والكونز، او الرود فوتو ريسبتور طبعا مع الكون فوتو ريسبتورز. زي ما انت شايف الرودز والكونز امبيدد في البيجمنت ابيثيليوم، لكن هنا السيلز دي بتمثل كونكشن ما بين الميدل فاسكولار لاير وما بين الابيثيليوم. يعني هنا كده بلاقي البلود كابيلاريز. الرودز والكونز امبيدد في هذا الابيثيليوم اللي بسميه البيجمنت ابيثيليوم. ده اللي هو الفيرست اوردر نيرون. السكند اوردر نيرون بسميه الباي بولر سيل، والثيرد اوردر نيرون بسميه الجانجليون سيل اللي بيطلع منها نيرف فايبر او اكسونز وتتجمع واسميها الاوبتيك نيرف. وهنا كده هلاقي الاوبتيك ديسك. يبقى انا عندي 3 اوردر نيرون، رودز وكونز، باي بولر سيل، جانجليون سيل. طبعا لازم يكون في هنا سينابس ما بين الرود والكونز وما بين الباي بولر سيل، وهنا سينابس تاني ما بين الباي بولر سيل والجانجليون سيل. كمان طالما انا بتكلم في 3 اوردر نيرونز في مكان واحد لازم يكون عندي نيوروغلايا. هذه النيوروغلايا بسميها مولر سيل. يبقى انا هبدا اضيف سيلز للكلام ده. السيلز الاولانيه بسميها الهوريزونتال سيل، ودي بتمثل الانتر نيرونز ما بين الرودز والكونز وما بين الباي بولر سيل. عند الاناكراين سيل اللي بتمثل ما بين اللي هي انتر نيرونز ما بين الباي بولر سيل وما بين الجانجليون سيل. لكن المولر سيل دي اللي هي عباره عن سبورتنج سيل او نيوروغلايال سيلز. هنا بدأت تتكون عندي تقريبا معظم الليرز اللي انا ممكن اشوفها في الريتن. اللير الاولانية اللي هي البيجمنت ابيثيليوم، اللير التانية الرودز والكونز، النيوكلياي دي هسميها اوتر نيوكليار لير، لان النيوكلياي دي هسميها الانر نيوكليار لير. في عندي هنا سينابسي ما بين ده وما بين ده هسميها الاوتر بليكسي فورم لير، وهي السينابسي ما بين دي وما بين دي هسميها الانر بليكسي فورم لير. وبعدين تيجي تظهر اللير الاخيره او اللي قبل الاخيره اللي هي الجانجليون سين لير اللي هتنتهي بالنيرف فايبرز لير. طبعا في عندي تو ليميتنج ممبرينز. الليميتنج ممبرين الاولانيه موجوده في نص الرودز والكونز، والليميتنج ممبرين الثانيه موجوده في نهايه الجانجليون سين لير. يبقى انا اتكلمت عن 10 ليرز. قد ايه الريتنا سهله. دي الليرز اللي مطلوبه مننا ودي الفانكشن بتاعتها. البيجمنت سيل لير الفانكشن بتاعتها ايه؟ الرودز والكونز، البايبولر، الهوريزونتال سيل، الاماكراين سيل، المولر سيل، الجانجليون سيل. ودي عرفنا. يبقى دول التين ليرز اللي لسه كان متكلمكم عليها من شويه، اللي هي رقم واحد البيجمنت ابيثيليوم، بنتكلم من هنا ده البيجمنت ابيثيليوم. بعد كده اللير بتاع الرودز والكونز، اوتر ليميتنج امبرين زي ما انت شايفها كده، اوتر ليميتنج امبرين حاجه هلاميه. بعد كده تيجي الاوتر نيوكليير لير، وبعدين الاوتر بليكسي فورم لير، inner nuclear layer، inner بلوكسي فورم layer، وبعدين الجانجليون سيل layer والنيرف فايبر layer، وبعدين الانر ليميتنج ممبرين. طيب الضوء بيجي منين ويمشي ازاي ويروح فين؟ الضوء بيجي من هنا علشان يفضل يخترق التين ليرز دول علشان يوصل في النهايه الى البيجمنت ابيثيليوم، وبعدين ينعكس مره ثانيه على الرودز والكونز وتمشي الامبرس في الاتجاه ده. يبقى الضوء بيمشي في الاتجاه والامبرس بتمشي في الاتجاه المعاكس. دي شويه تفاصيل عن الليرز دي. اول لير بتقابلنا هي البيجمنت ابيثيليوم، وده عباره عن كوبويدال سيل ليها بيزال نيوكلياي، والسيلز اتاتشد للبروكس ممبرين، ودي حاجه خاصه بالميدل فاسكولار لير. طبعا عندي انفاجينيشن وعندي ميتوكوندريا، وفي جاب جانكشن ما بين السيلز دي علشان تخليها وان يونت.
في عندي ابيكال مايكروفيلاي اوفرلاب التيبس اوف فوتو ريسبتورز اللي هي رودز والكونز، لان انا هعرف بعد شويه ان الابيجمنت ابيسينيوم ليه دور مهم جدا في التيرن اوفر للرودز والكونز، لان الرودز والكونز من الحاجات اللي بتتاثر باللايت وبتختفي، فانا مضطر اعمل ابسوربشن الحاجات اللي باظت وبعدين ارجع اكونها مره تانية. مين اللي بيعمل الفانكشن دي؟ البيجمنت ابيثيليوم. الابيكال سيتوبلازم هلاقي فيه ميلانين جرانيولز and digested tips of roots and cones. في CR و RER و Golgi apparatus. كل ده موجود فين؟ في البيجمنت ابيثيليوم. ده البيجمنت ابيثيليوم. شايف الروتز والكونز امبيدد ازاي في البيجمنت ابيثيليوم؟ حط بوزها او راسها جوه البيجمنت ابيثيليوم. عشان كده الفانكشن بتاعت البيجمنت ابيثيليوم نقدر نفهمها دلوقتي. رقم واحد بتعمل ابسوربشن لللايت. ما انا قلت لك اللايت بيمشي في عكس الاتجاه، عكس ما انت متخيل، يعني الضوء بيمشي كده لحد ما يوصل البيجمنت ابيثيليوم. الاكسس لايت بيعمل له ابسوربشن البيجمنت ابيثيليوم. رقم اتنين رينيوال للرودز والكونز. زي ما انت شايف الرودز والكونز امبيدد هنا، فدي لما تتاكل نتيجه تعرضها للضوء مين هيرجعها لنا؟ البيجمنت ابيثيليوم. رقم 3 بتعمل بروتكشن اوف ذا ريتينا، يعني بتشتغل كما لو كانت بلاد ريتينال بارير. بليز اي رول ان فيجن باي استريفاينج فيتامين اي ديريفاتيفز ان اس ار، ودي في الفسيولوجي هنلاقيها بالتفصيل. يبقى احنا كده خلصنا اللير الاولانيه البيجمنت ابيثيليوم. يعني بعد كده اللير الثانيه اللي هي الرودز والكونز. ادي الرودز وادي الكونز. الرودز، الرودز بيبقى عددها كبير جدا، موجوده في الهيومن ريتا طبعا عدد ضخم، لكن هي سنسيتيف للديم لايت عكس الكونز اللي سنسيتيف للايه؟ للدي لايت. كل رود بتكون من اربع سيجمنتس: اوتر سيجمنت، انر سيجمنت، نيوكليير ريجن، وسينابتيك ريجن. فين الاوتر سيجمنت؟ دي الاوتر سيجمنت. فين الانر سيجمنت؟ دي الانر سيجمنت. دي النيوكليير ريجن ودي السينابتيك ريجن. الاوتر سيجمنت دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن مجموعه من البسكويت فوق بعضها. لكن البسكوت ده بيتكون من ايه؟ والبسكوت دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من من السيل ممبرين بالشكل ده. انفاجينيشن للسيل ممبرين. لما يحصل انفاجينيشن للسيل ممبرين، يحصل انفاجينيشن كده للسيل ممبرين، يبقى انا عندي سيل ممبرين فوق وسيل ممبرين تحت. ما بين التو سيل ممبرينز بيبدا يترسب عندي الفوتو ريسبتورز. الثلاثه مع بعض بنسميهم ديسك. بنسميهم ايه؟ بنسميهم ديسك. يبقى الاوتر سيجمنت بتبقى رود ان شيب، خلاص، بارلل فلاتند لاميلي او ديسكس. بارلل لمين؟ اهي ديسك اهي. كل لاميلي عباره عن انفاجينيشن اوف ذا بلازما ميمبرين، يبقى انفاجينيشن للبلازما ميمبرين. يبقى البلازما ميمبرين كانت ماشيه كده، عملت انفاجينيشن كده وهترجع تاني كده. يبقى ما بين الاثنين دول هسميهم ديسك. يبقى الديسك بيتكون من تو ميمبرينز سيبريتد بسبيس بيبقى حوالي 8 نانومتر. يبقى السبيس ده كان الاول سبيس، بس دلوقتي ما عادش سبيس. الممبرين هيتملي بالرودوبسين اللي هو سنسيتيف لللايت. يبقى الرودوبسين ده اللي احنا شايفينه، النقط دي اللي هي زي الحاجات الجميله اللي بنشوفها على البسكوتات بتاعتنا، ده اللي هو الرودوبسين. يبقى اذا الاوتر سيجمنت عباره عن مجموعه من البسكوتات فوق بعضها. لو دي اتاكلت دي هتطلع بدالها، لو دي التكنت دي هتطلع بدالها. الاولانيه دي عشان توصل هنا طبعا في تايم معروف هتاخده في الفسيولوجي. يبقى انا عندي دي الاوتر سيجمنت وده الانر سيجمنت، ما بين الاثنين في الكونكتنج ستوك. الاقي فيه ايه؟ الاقي فيه هنا السيليام او كونكتنج سيليام بيوصل بيطلع من الانر سيجمنت عشان يوصل للاوتر سيجمنت ويعدي بيه الكونكتنج ستوك. ده سيليام عادي خالص بس يبقى نان موتايل سيليام. طبعا بلاقي هنا الميتوكوندريا وبلاقي الجولج ابريتس وبلاقي كل والار ار والكلام ده كله اللي بنستخدمه في تصنيع الرودوبسين. ده لو انا بصيت مره تانية على الرود. الرود عباره عن اوتر سيجمنت وبعدين انر سيجمنت، نيوكليير ريجن وسينابتيك ريجن. في النيوكليير ريجن طبعا هي النيوكليي، وفي السينابتيك ريجن هي السينابس. سينابس مع مين؟ السينابس اللي هو بيمثل الاوتر بليكسي فورم لير، طبعا هيعمل سينابس مع السكند اوردر نيرون. يبقى لو افرق ما بين الرودز والكونز هنقرا التيبل ده كويس، هلاقي الفرق ما بين الرودز والكونز. مفيش حاجه تهمنا في الهيستولوجي كتير غير ان هنا الديسكس بتاعتنا هنا اتاتش للسيل ممبرين، هنا سيبريتد من السيل ممبرين. الباقي كله تقريبا فيسيولوجي.
يبقى احنا اتكلمنا عن الاوتر بيج عن البيجمنت ايبيثيليوم، اتكلمنا عن الليرز اوف رودز اند كونز. الاوتر ليبنت ميمبرين دي مش ميمبرين حقيقيه، اتز نوت ترو ميمبرين، لكن دي عباره عن زونيول ادرانس ما بين الفوتوريسبتورز والمولر سيل. المولر سيل طبعا احنا عرفنا المولر سيل دي عباره عن نيوروجلايال سيلز. المايكروفيلاي اوف مولو اوف مولر سيل بروجكتس انتو ذا سبيس بتوين ذا انر سيجمنت اوف رودز اند كونز، ده اللي بيديني احساس ان في اوتر ليميتنج ممبرين. انا مش بشوف الاوتر ليميتنج ممبرين، لكن هي بيديني انطباع هنا ان في هنا ممبرين، بسميها الاوتر ليميتنج ممبرين. اما الاوتر نيوكليير لير دي اللي هي النيوكليير بتاعت الرودز والكونز، بسميها الاوتر نيوكليير لير. الاوتر بليكس فورم لير دي اللي هي البليكس فورم لير دي اللي هي السينابس ما بين الرودز والكونز وما بين السكند اوردر نيورون، بيتدخل معاها الهوريزونتال سيل ودي انتر نيورونز. يبقى اذا دي ما بين الفيرست اوردر نيورون والسكند اوردر نيورون، لكن بيبقى فيه هنا الاماكراين سيل والهوريزونتال سيل. دي الهوريزونتال سيل ودي الاماكراين سيلز. فين الاماكراين سيلز؟ دي الاماكراين سيلز. يبقى دي الهوريزونتال سيل ودي الاماكراين سيلز. الانر نيوكليير ليب دي النيوكليير بتاعت كل السيلز اللي لسه بنتكلم عليها من شويه، اللي هي ايه؟ السكند اوردر نيورون والبايبولر سيل ومعاها الهوريزونتال سيل والاماكراين سيل. النيوكليير بتاعتهم بتمثل الانر نيوكليير ليب. الانر بليكسي فورمولاي خارج السينابس ما بين السكند اوردر نيورون والثيرد اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون اللي هو البايبولر سيل ومعاه الانتر نيورونز وما بين الجانجليون سيلز اللي هي بتمثل الثيرد اوردر نيورون. الجانجليون سيل لير ودي اخر حاجه، الجانجليون سيل لير دي عباره عن الثيرد اوردر نيورون، بتحتوي على السيل بوديز بتاع الجانجليون سيلز طبعا بالنيوكليير بتاعتها. الجانجليون سيل ار ذا ثيرد اوردر نيورون خلاص، والاكسونز بتاعتها اللي هي هتمثل الاوبتيك فايبرز. الاوبتيك نيرف لير دي عباره عن الاوبتيك فايبرز بتاعت الجانجليون سيلز وهي مرصوصه جنب بعضها. يبقى اول حاجه اشوفها لو دخلت بمنظار ودخلت جوه الاي، يعني دخلت من الايرس كده جوه الاي، اول حاجه هتقابلني ايه؟ اول حاجه هتقابلني هي النيرف فايبر لير، وبعديه الجانجليون سيل لير، وبعدين الانر بليكسي فورمولير، وبعدين طبعا فين الانر ليميتنج من اللي لسه هنتكلم عليه بعد شويه، وبعدين الانر وبعدين الاوتر وبعدين الاوتر لحد ما اوصل للبيجمنت ايبيثيل. دي الانر ليميتنج ممبرين اللي اول حاجه هتقابلني او اول حاجه هتقابل الضوء وهو داخل. يبقى اول حاجه هتقابل الضوء وهو داخل هو هي الانر ليميتنج ممبرين. بعد ما تعدي من الانر ليميتنج ممبرين هتعدي على النيرف فايبر لير، وبعدين تعدي على الجانجليون سيل لير، وبعدين الاوتر بليكسي فورمولير، وهكذا لحد ما توصل بيجمنت ايبيثيليا، وبعدين الامبلس تمشي في عكس الاتجاه. ادي الصوره اللي عندنا في الكتاب اللي مرتبه لي الريتنا من تحت لفوق. دي البيجمنت ايبيثيليا، بعدين دي الاوتر وبعدين دي الرودز والكونز، وبعدين الاوتر ليميتنج ممبرين، وبعدين الاوتر نيوكليير لير، اوتر بليكسي فورمولير، انر نيوكليير لير، وبعدين الانر بليكس فورم لير، وبعدين الجانجليون سيل لير، انر فايبر لير، وبعدين اخر حاجه الانر ليميتنج ممبرين. يبقى 10 لايرز. طب السؤال ممكن يجي لنا ازاي؟ ممكن طبعا يجي لنا في النظر عادي جدا، لكن في العمل سهل قوي ان انا اجيب لك 10 لايرز دول واشيل منهم 3 لايرز واقول لك والله قول لي ايه ال 3 لايرز اللي موجودين دول، او قول لي ايه الفانكشن بتاعتهم، او قول لي هم وايه الفانكشن بتاعتهم. طبعا ده سؤال بيبقى حلو قوي وسهل جدا. وفي الاخر بقول لكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.